فريحة ما فائت؟ لا مرت خالي فايقة. كانت قاعدة فائت وصبحنا على بعض، بس مبين عليها مو مرتاحة. يلا حبيبتي تفضلي. يعني نقعد؟ شو فريحة وينها؟ كلتوم يلا فيقيها لفريحة يا بنتي، وزع صحون. ايه لكن الكبار قعدوا على السفرة وهالبنت لساتها نايمة. هي بتنام للظهر يعني؟ بس تروح لبيت جوزة ما بيصير تضل هيك. امي والله انا عم بحكي لمصلحتها. يا صبر ايوب، جهزتي الشاي؟ يا بنت فريحة يلا قومي عم نستناك على الفطور. لا حبيبتي مالي نفس لشي. شو ما قدرتي تخلصي من توتر الخطبة؟ إذا هلأ هيك بالعرس شو لكان؟ يلا قومي أحسن ما تعلقي بلسان أمي هلأ. يا الله معقول لحد هلأ ما شبعتي تطلعي بالخاتم؟ يلا قومي قومي امشي يلا يلا امشي يلا يلا بقى. يا كلتوم بقى مشي. صباح الخير. صباح النور يا بنتي. زهرة يلا صبي لنا الشاي. انتي نمتي قبل الكل بس فقتي اخر الكل. لا تأخذيني يا اختي. يا ريت اليوم لو نروح شي مشوار، ما حدا بيعرف اذا رح نجي مرة تانية. انا ما دخلني، قولي هالحكي لخالك بعدين بيبينوا كأنه عم تقولي له خدنا مشوار. لا حول ولا قوة الا بالله، شو هالحكي هاد يا خديجه؟ طبعا منروح مشوار. طيب خالي عم بيقولوا انه في مول كبير هون، وقال عارضات الازياء ولاعبين الفوتبول عم يكونوا هنيك، تسمح لنا نروح عليه؟ لك كلتوم انت شو بدك بهالعارضات وشو بدك بهاللاعبين هدول؟ خالي خلينا نروح الله يوفقك، والله ما منطول. بس ما فينا نترك الشغل بالبناية. على كلين انتوا روحوا وانا بضل هون. روحوا مشواركم شي ساعة ساعتين وتسلوا. انا عندي دراسة. لا اذا انت ما رح تجي رح انزعج منك، بعدين حرام عليكي نحن مو كل يوم هون يعني. ايه بس هلأ نهاية الأسبوع بيكون كتير عجقة. ايه طبعاً مثل ما بدكن انتو، آسفين إذا ضايقناكن. لك هدول ملوا من كتر ما عم يطلعوا مشاوير، لا توجعي راسك بنتي. خلص بلا ما نروح، أنا ما بحب كون تقيلة على حدا. كرمال الله يا خديجة، ما بترتاحي إذا ما علقتي على كل كلمة؟ ايه يا أختي هلأ رح تجي لعنا جولفيدان لأنهم قال يعني قالوا ما قدرنا نشوفهم ولا قدرنا نحكي معهم، بس يجوا ويروحوا ونحن ساعتها منروح على السريع ومنرجع. كمان منروح لبيت الشاب لازم يعني حتى ناخد لهم البقشة. ما بدي. ألو مين معي؟ صباح الفل والياسمين عمي رضا. صباح الخير يا خليل واهلا وسهلا فيك. هذا خطيبك دق لك اول ما فتح عيونه. بدي اطمن عليكم واسال عن حال فريحه خانم اذا هالشي ما بيزعجكم. لا ابدا يا ابني. خليل بده يحكي معك يا فريحه. نعم.
قبل ما يسمي بالله علق بالتليفونات. أخ يا يونس أخ، هالبنت باينتها رح تجننه لهالولد. خافي الله يا حرمة من على بكرة الصبح. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ماشي الله معك. شو صار؟ حكيت مع خطيبتك؟ انبسطت لأنك تلفنت لها؟ أكيد انبسطت، بس يمكن خجلاني شوي. شو قالت لك؟ بتسلم عليكم كتير. قلت لها ما رح روح اليوم هالمحل ومشان نروح مشوار أنا وياها. قالت إنه هي عندها دراسة. المهم أنا رايح. عود لك ابني وكلك شي، من كم يوم وأنت ما عم تاكل شي بنوب؟ ما وقتتك هالشغلة أبداً، انسرت عافيتك سلي. أمي أكلت اللي لازم أكله. المسا جايين لعنا يشربوا كاسة شاي، ناقصنا شي لأنزل وجيبه معي؟ نشكر الله، عنا كل شي. ماشي يلا رايح، ادعولي. يعطيك العافية يا ابني. مع السلامة يا ابني، الله يسر لك ويجبر عنك. لأنه محمد لحاله بالمحل، شفت كيف راح؟ أوامرك كدركيد على المحل، لأنك لما بتحط بالمحل واحد حرامي بس لأنه قرايبين بدك تضطر أنك تركض ركيد على المحل وعلى رزقك. إذا بتحبي الله يا شريفة تهدي شوي بقى. بس أنا يلي عم أشوف وش عم ينقط سم هالبنت طول الحفلة ما مسكت حتى إيده لابنك. بدنا نضل نقول إنها متوترة؟ لا مو هيك، هالبنت هي فيها شي، الأم وبنتها كمان. بس عيب، والله عيب يا شريفة، هاي البنت صارت تنحسب مثل بنتك، وأمها صارت حمات ابنك، وأنت لسه نازل على نق ونق. استغفر. بطلنا النق. اختي زهرة خلينا نخلي الخالة تقرأ لها شوي، بارح فريحة كان كتير لافت للنظر. ما قدروا بأي شكل يبعدوا نظرات خليل أفندي عن خطيبته. اليوم الصبح بكير قبل ما يقول بسم الله تنفل لخطيبته. شكله عريسنا كتير كتير متعلق بخطيبته. دخيلة حبيبة عمتي الحلوة، تعي لهون، تعي هاتي بوسة. أوه وكتير دلوعة لك وبيلبق له كمان. وقالت له كمان والله أنا عندي دروس كتير، هيك قالت وسكرت التليفون. بنتي لك حاجة تلعبي بهالخاتم يقوم يضيع ويوقع من إيدك لا سمح الله. بس يا أمي البنت يا دوب تعودت عليه. محبس الخطبة ما لازم تتعودي عليه، لأنه ما بيصير يطول بنوب بإصبعك. تتعودي على المحبس اللي بدك تلبسيه بعرسك. لسا في عندها دراسة يا أختي. وأنتو كمان ما في غير بتقولوا دراسة دراسة، يعني يلي بيدرس ما بيتجوز؟ أنا بعرف في كتير هيك عم يعملوا. زهرة اسمعي، مجنون يحكي وعقل يسمع، يعني الشغلة ما لها علاقة بالدراسة، لأنه محبس الخطبة ما بيصير يطول بإصبعها. إيه لا تأخذينا وتركينا نحن نفكر بهالشيلك أختي. دخيلك يا روحي، طبعاً ما بيطلع لي أحكي شي طالما أمه وأبوه موجودين، وأنا ما رح أحكي شي إذا أخي رضا ما عم يحكي شي أبداً. لك فريحة أنا حابة أقرأ لك الفنجان، يلا أقلب فنجانك لأقرأ. إيه خالي كل فيدان وأنا كمان أقلب فنجاني؟ إيه قلبي أنت كمان بقرأ لك. إيه شكله رح يكون فنجان حلو كتير، ها حطي محبس الخطبة فوقه. يلا بسرعة فريحة. لا محبس الخطبة لا تشيلي بهالطريقة، لأنه بيجيب لك النحس بعدين. دخيلك أنت كمان يا أختي. أهلا وسهلا أمير. انبسطت لرجعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة لحط الصحن هون. الله 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 يا ستي، في شاب طويل عيونه سود وحواجبه سود كمان، موطي راسه وعم بفكر فيكي ليل نهار يا فريحة. ليكو هذا خليل أفندي، شوفي شوفي طلب الفنجان كمان ليكو. الله 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 الله، وانتي محقونة من جواتك لك بنتي، متضايقة ومقهورة كتير كتير مقهورة لدرجة انك رح تطقي. ليكو شو طالع عندي؟
يا لطيف، في عين عليك، وشو عين كبيره صايبتك، عين بتطلع قد الراس بلاها بالقلع. ان شاء الله ان شاء الله بتطق وبتفقع. ان شاء الله يا فريحه بتنبلع عيونه بالعمى. استني استني شوفي، خليني اقلع هالعين. الله الله، ليكي شوفي هون، ليكي شوفي، ليكي شايفه، شايفه شلون؟ ايه، في عصفوره بدها تجيب لك خبر حلو كتير. قلبك من جوا رح يطير من كتر الفرح، ورح يطير عقلك كمان مثل العصفور. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا بنتي قومي وجلي الفنجان، يلا لنشوف. ايه عمتي، لك عمتي تعي لهون، تعي خدي، تاركه محبسك ممكن يضيع يا بنتي. أمير، تعال نعود شوي. احكي لي كل شي ما قدرت تحكي لي يام بارح. عم بسمعك. شو بدي اقول لك يا كوراي؟ ولهاندا ولالي كمان شو قول؟ شو بدك تعمل؟ بدي اروح لعندها ورح اقول لها اني انا ما بستاهلك، بس فعلا بحبك كثير. برايك ممكن يفيد بشي؟ ها؟ ممكن ينسيها اللي صار؟ انت دائما كنتي بريئة، وهلأ كمان بريئة، بس أنا ما سمعتك، حملتك المسؤولية. احكي لها هيك شغلات عن شو شو بدي اعتذر منها يا كوراي. انا كان كل قصدي اني ما زعل حدا، بس هي زعلت. فريحة كتير حساسة يا كوراي، يا الله قديش عندك تياب حلوين. هدول من فوق، إذا عجبك شي خدي. الجماعة اللي فوق كتير أكابر، فيني ألبسه؟ ايه طبعا. ايه ما احلى، البسه حلو بس قصير. هلا انت عالجامعة هيك بتروحي؟ يعني بيسمح لك خالي؟ يا بنت لا تكوني عم تلبسيهم بالسرقة انت. منك تخيلك خير ما عم تعملي. أنا لو عندي محل إلبس أكيد والله كنت لبست مثلك يا فريحة. خالي كتير منيح، لو تشوفي أبي هنيك حتى ما يصير للتعجن، لولا شوي ما رح يطلعوني من الباب. رح أعمل اللي بيطلع بإيدي.
انجح بصفي واشتغل اكثر لادرس هون واجي على اسطنبول. بوعدك بهالشي. اي طبعا لازم، نحن ما عنا حل تاني. بس اوعك تكذبي. ايه اتفقنا. كيف يعني هيك؟ ما تكذبي شو ما كان، لا تحاولي تقلدي غيرك. يا بنت، انت من وقت ما لبستي المحبس تغير فيكي شي؟ هيك حساسية ومشاعر. هلأ رح بينادولنا، يلا أنا رح نقي شي وألبسه. ايه؟ رح باخد هاد. لا والله هاد أو هاد. يا الله قديش حلو وشو كبير. لا لا شو هالحكي، شو عم تساوي لك اختي؟ دخلك ما تقطفي، ما بصير هيك. ليش انا شو عم بعمل يعني؟ ما بصير يا فريحة اختي هيك. شو هالاخضر؟ هذا يعني مكان عام، ما بصير هيك ابدا. بيلعب بالطابه كمان. لا انت لعبه ظريفه. لوين جاي؟ بعيد بعيد بعيد. لك بعد عني. خلص خلص بعيد عنها. بعيد بعيد خلص بعيد هون. هلا بيعملوا هيك دائما. ليش لزقتوا فيها؟ روح من هون. مع السلامة. يا باي يا بحر كمان، تعالوا خلينا نتصور هون. شوفي هالفواكه أحلى. يلا أمي يلا اصطفلي. فريحة فريحة صوريني. تعي أمي تعي هون. يلا يلا. يلا مشي الحال. يلا تعي أتصور معك أنا كمان. يا كلثوم ما توجعي راسك. لو سمحتي ممكن تصورينا؟ اي مو هلا لك. لا هلا بدنا نتصور. لا يا اختي شو عم تعملي؟ ما بصير هاي المي وسخه. اي قربوا على بعضكم. يلا قربوا اكثر. يسلموا. شكرا كثير. يلا امشي. يلا امشي. ورجيني. ليكي امي قديش حلوه. ايه فعلا شي حلو. يلا خلونا نمشي. فريحه مو المهمين كثير بيجوا على هذا المول؟ يا ترى في حدا منهم هون وبنقدر نشوفه هلا؟ اي ممكن. لك شبك اطلع. يا ريت لو بنشوف الممثلين. شو اعمل يا اطلع على الارض يعني؟ ايه. سهر؟ ايه استنى انا رح احكي قبل ما انت تحكي. الخطبه حلوه كثير. شو رقصت ورقصت والله يا محمد، يا دوب عم بوعى على حالي. سهر انت بالخطبه موعهد وانا اخذته وخبيته يعني مشان رجع لك اياه. انت كتير بتجني. بس هذا عادي كتير يعني، موته قديمة وما عاد حطه، خليه معك. عن جد عم تحكي؟ او فيك تكبه كمان. لك شو يا بنت، انت عم تجاكريني؟ ليش عم تعطيه للرجال خرز؟ خرز؟ شايف انت بتمك عم تعترف قياد بيك؟ انت اللي حطيته على رقبتي هذا خرز ورخيص. يا بنت لا تجننيني. شو رخيص؟ مو نزلنا سوا واشتريناه؟ ايه تمام اشتريناه، ومبارح فجأة راحت موطه ماشي. مو على اساس جاي على الخطبة؟ ونطلع لنتفتل؟ ما قدرت اطلع من البيت، لو فيني ما كنت اجيت. يلا غزالتي، بتعرفي شو بيقولوا؟ الدلال الزايد بملل العاشق، بعدين اشتقت لك. ها؟ يلا لا تزعلي. أسيمة خانم يا أهلا وسهلا. أخ منك يا عفريتي. عمهلك يا أختي. إيه عمهلك شوي شوي. إيه إيه مسكي إيدي. عمهلك مسكي. مستني مستني. وقفي وقفي لا شو هادية. وقفي مسكي إيدي مسكي إيدي مسكي. لا تخافي خلاص. أيوة إيه هلأ بس نوصل بتنطي. إيه يلا تعي تعي وراي تعي 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 نطي. أيوة يلا أختي. أيوة كثير أقوى بسرعة. إلك شو هالدرج هاد يا؟ يلا تفضلنا كثير خلونا نروح بقى. إيه طبعاً أنتو كل شي هون قدام عيونكم يعني أكيد مليتوا. أما أنا والله إذا بضل سنين ما بمل. إيه قال ما بتمل. أنت ما بتملي بس بتمللي غيرك. يا أمي شو في هلأ؟ شو شوفي؟ لابقين لك هدول يا كلثوم يعني؟ ها؟
وشو هالفتحة هاي؟ والله ما يشوفك أبوك ليكسر لك عظامك كلها. أمي حتى هون كمان. يلا نروح فريحة. يلا لك زهرة، إذا أنتوا عم تبعتوا فريحة على الجامعة بهالتياب معناته فيكم شي مو طبيعي. والله استغربت من أخي كمان، معقول البنت تروح بهالتياب؟ يعني شو في هالشغلة يعني؟ لك هالبنت ما احترمت خطيبة أبدا وما أخذت إذنه كمان، ما بيصير هيك. اللي بقصده بنتك مزودة كتير، ولكي كمان حملوا حالا وراحوا، وأنت ولا همك، والله صايرة اسطنبولية ومكترة كمان. أنا رايحة ورا البنات. يا ريت حجرة قد اسطنبول تقع راسك. والله شارين شغلات حلوة. انتي اللي اخترتيهم فريحة خانم؟ لا، كلنا اخترناهم سوا. اي يسلموا دياتكن. والله اليوم تعبنا من كتر ما تفتلنا ودرنا. شي حلو، حلو كتير. ليش وين رحتوا؟ رحنا على مركز التسوق وتفتلنا كتير وانبسطنا هنيك. تسلم لي فريحة، هي اللي اخدتنا. هيك لكان. كنت مفكر انه عندك دراسة. كنت بدي ادرس بس بطلت. بنتي كلتوم يلي اصرت عليها كتير. ايه طبعا ما كسرت بخاطرها، لهيك تركت دراستها ورحنا. بعض الاحيان الواحد لازم يطلع ويتفتل شوية، مو هيك؟ انا قلت لكم لازم تستأذنوا منه. امي ما شاء الله بيتكم كتير حلو. دخيلك خديجة خانم، هذا ولا شي، بدودولو عنا بيت كبير. هلأ عم نطلع بالطابق الثاني بس نخلص، وإذا في نصيب رح ننتقل كلياتنا نحن وابننا وعروسته لنسكن هنيك. فريحة خانم وين ما بتقول رح نسكن، بالحقيقة هيك رح يصير. إلا يصير النصيب، استنى لسه في وقت طويل. ايه يونس، ان شاء الله ارتحتوا من تعب الخطبة. والله نحن اللي لازم نسألكم يا رضا، صراحة انتوا تعبتوا اكثر منا. نحن تعبنا الاساسي رح يكون بالعرس ان شاء الله. نصيب نصيب. ايه خديجة خانم، قديش لسه بقيانين هون؟ والله عم نستنى خبر من البيك، حتى انه بيت اخي راحوا، ومثل ما بتعرفي بساتين كبيرة كتير هونيك. ايه ولازم نعتني بهالبساتين، نحن شي 4-5 أيام تاني ومنسافر. بتعرفوا الضيف المفروض ما يطول زيادة بزيارته. ايه فريحة خانم، بكرة بدي روح على صالة العرس مشان اختار من صور الخطبة، فعم فكر بركي بعد الجامعة بتروحي معي، شو رأيك؟ انا بعد الجامعة بدي روح على المكتبة، بقى لا تمر وتاخذني. تمام لكان، انا بروح وبنقي على ذوقي، وبعد ما اختارهم بجي على الجامعة لحتى اخذك. تياب كتير وعريت كمان. امتى المسرح بيجهز يا ترى؟ لو نعمل شي بروفا. ما بعرف، اخر شي كانوا مشغولين بشغلة الصوت وهالشي بيطول. لو سمحت اي ساعة المسرحية؟ المسرحية بعد شي ساعة. بعد ساعة؟ Thank you.
فيني اطلب منكم خدمة؟ تفضل. والله اخي بيموت كثير على المسقعه اللي بساويها، وصدقيني لو رحت من غير ما اعمل له اياها والله كنت كثير انزعجت. يسلموا ايديك يا اختي. مرت اخي لا تدقي على متابعتها للمسلسلات هون، لو كانت بالضيعه ما كان وقفت ولا دقيقه، هون بالنسبه لها فتره راحه يعني. تقعد يا اختي وتاخذ راحتها، ما لها سئله حبيبه قلبي. ما بيصير بهالعمر يقعدوا هيك، بس يوصلوا لعمرنا ما رح يطلع معهم شيء اذا هلقوا هيك. زهرة انت ما بتشغليها لفريحة بنوب؟ لاني ما شفتها ابدا وهي عم تشتغل شغل البيت. لا فريحة كتير بتشتغل بالبيت. يا زهرة هون ما في حدا غريب بنوب، يعني انا قصدي انه هي رح تتعذب كتير بس تروح على بيت جوزها. يا اختي إذا بدها تتعذب رح تتعذب حتى لو بتعرف تشتغل. قصدي اللي بدي أقوله إنه إذا كان حدا ناوي يعذبها رح يلاقي السبب ويعمل يلي بده يعمله. قال يلي محروقة إيده بالحليب بينفخ حتى على اللبن. أختي خديجة أنتي بتعرفيني إنه لحمي مر، حاجة تسمعيني حكي وتجيبي أمثال لأنه وقت الجد بكون لبوي. بس هاد لسان الحلس الملس يلي داقه هو اللي بيعرف، ويلي بيسمعك بيقول قديش مقهرمة ومتعذبة بحياتها. قليلي مين يلي راحت لبيت جوزة ما تعذبت وما تمرمطت؟ ايه هيك كل واحد بيعرف شو قضى. انت يا خديجة الظاهر نسيتي، بس انا ما بنسى وعائلتكن كتير بتحب انه تنسى، لكن انا ما بنسى. ما بنسى ولادي اللي اندفنوا بأراضيكن، ولا بنسى زهرة بنت الستعش يلي ما بتحبل، وكمان ما بنسى كل الأكلات يلي أكلتن على الهسي من قفا ظهره لجوزي. أنا ما بنسى. لأقوم انقع هدول. ليش عم تطلعي يا بنت؟ افتلي وتفرجي على التلفزيون. ليش انتي شفتي شي؟ كأنه ما حدا تعذب غيرك يعني. طلعي شوي، شلون هيك تيابي ظابطين للرياضة؟ ليش مستعجلة؟ مو لسه عندك درس؟ اي والله بس عم حاول قرر شو البس. شوفي هدول مناسبين ولا البس البدله الثانيه اللي عندي احسن؟ جانسو انت ملاحظه انك رايحه على الرياضه ما هيك؟ انت دائما عندك 100 طريقه لتقولي قديشك مسكينه يا جانسو، مو هيك؟ ما تغلطي، اصلا اللي فينا مكفينا مو ناقصنا مشاكل، فما في داعي نخلق شيء جديد. عن جد شكرا، قديشني كنت رايقه لما صحيت على اساس بدايه جديده وظروف جديده، وهيك حضرتك قضيتي على كل شيء. شوفي جانسو، أنا كتير مبسوطة أنك رايحة رياضة عن جد، يعني حتى لو أني بعرف أنك رايحة مشان تشوفي أمير صراف أغلو، فهلأ ما في داعي تعملي مشكلة من لا شيء. اتفقنا؟ يلا إجا أستاذك. يلا بخاطرك فريحة. بالخطبة يمكن ما كان حدا من رفقاتك بالجامعة. ايه صح، كنت حابب اتعرف على رفقاتك بالجامعة. بالجامعة ما كتير بلتقى مع حدا.
ولا حتى الحدا يلي ما بيعرف يحكي مع الستة. يمكن هلأ صار بيعرف إنك صرتي مرتبطة ومخطوبة، مو هيك؟ أنا ما عم أحكي مشان شي، بس إذا بيحاول كمان يزعجك سكرنا على هالموضوع. خليل بيك، وأنتي كمان يا ريت تلغي لي شغلة هالبيك. فيكي تلغيها؟ يلا بخاطرك. المسرحية تبعنا ما فهمت. بقاعة المؤتمرات في عرض مسرحي، وكمان نحن دعينا كتير من رفقاتك اللي بالجامعة. شكرا كتير، بس عن جد ما فيني لأنه عندي محاضرة. أي محاضرة؟ اقتصاد. هاي المحاضرة التغت، يلا تعالي معنا. لا، على القليل لازم أشوف، ما فيني أجي. لا، نحن شفناه التغت المحاضرة، يلا تعالي. شو محظوظة هالبنت، كنت بتمنى اكون بدالها. اي والله معك حق. بلش يتعبى المسرح. مو شي هاد، فيكي تعدي هون. اي بس ما في حدا من كليتنا هون. ايه ما قلت لك انه نحن يلي اخترناكي؟ عدي محلك وخدي راحتك. يلا تفضلي. بتمنى تنبسطي. شكرا. اخي محمد تعال اشرب لك كاسة شاي. ما تشوف امي هي الخرقة اللي بايدي لتقعد تبكي وتنقهر؟ والله نحن مو قدرانين نجيب لبيوتنا هيك قماش. يلا يلا بلا ما تبرد، تعال. يلا ثواني جاي. يسلموا ايديك. فريحة خانم ما قدرت تتعود علي، وما قدرت تتخلى عن خجلة كمان. ايه يعني ما قدرنا نعرف بعض منيح. بركي بكرة بالمشاوير رح تتخلى عن الخجل تبعها ان شاء الله. المساويات رايح استلم صور الخطبة كمان. لك الإنسان كتير بيتوتر بالخطبة زيادة عن اللزوم، لك كان بالعرس شو رح يصير يا ترى؟ والله هاي الشغلات بعيدة عني. بعيدة ما؟ ما عندك حبيبة؟ يعني هلأ فيك تقول في وحدة هيك، بس يعني أنا حاسس بهيك شي. بالنسبة إلها أنا ما بعرف شي إذا في ولا ما في. شو بيعرفني إذا بيصير ولا ما بيصير؟ والله أنا ما بعرف يا خليل. نصيب يا محمد، نصيب. فريحة تكون إلي شغلة ما كانت على البال، لأنه هي طالبة جامعة. الإنسان بيتضايق وبيفكر إنه يا ترى بيصير ولا لا، بس هيك هاد هو النصيب، صار هيك. يا الله هدا لهلأ مسكرة موبايلها. ولك بنتي شو هالحياة اللي عايشينها؟ بس تنقطوا عن بعض خمس دقايق فورا بتقلبولي اياها دراما يعني؟ والله نحن هيك. بعدين مو خمس دقايق، موبايلها مسكر من امبارح بالليل. ما
مرحبا. ايه شفتوا لك كوراي؟ ما شفنا. ماشي. هاندا خانو، كوراي بيك اجا وعم بيستناك. خليه يروح. بس هو قال انه مصر كتير يشوفك. قلت لك ما بدي، خليه يروح. ممكن تتركينا لحالنا شوي لو سمحتي؟ تكرم. شكرا. عندك رهيني قد ما بدك، بس أنا ما فيني أتركك لحالك. حابب تشوف بعينك بأي حالة صرت فيها، مو هيك؟ هاندا أنا بعرفك أقوى من هيك، قومي. بالبداية بنهيها لهاندا، بعدين بنهي الرابط، وبعدين بيجي وبهديها. يلي انتهوا ما رح يرجعوا من جديد. ليش كل الأمور بسيطة عندك؟ أنا حاولت أحميكي هاندا من حالي أول شي، وحاولت أحميكي من أي حدا تاني كمان. احكي لي كل شي، بس أوعك هاندا، أوعك تقولي إنك غدرتي فيني. ما تضيع وقتك على الفاضي كوراي. هلأ صار دوري بالمشاعر. هاندا أنا ما بيهمني صدقتيني أو ما صدقتي، أنا مو من شاني إجيت لهون، أنا إجيت مشانك هاندا. رح نطلع. ما تغلط يا كوراي. هاندا رجاءً قومي يا كوراي، خلص تركني. اصحي على تركني. حالك هاندا، يلا تفرجي. انتي جاوبي، هذا انتي هاندا؟ نحنا انتي رح تخسرينا قبل هيك كمان، شفت انك مانك جديدة على هالشي. كل مرة عم تقومي وتوقفي على رجليكي، كل مرة عم توقفي وتوقفي أقوى بكتير وأكتر حياة وحيوية. أنا ما ممكن سامح. أنتي احكي اللي بدك يا عزبيني، دمريني أكتر. هذا يلي أنت عم تعمليه من زمان، ما هيك؟ من سنين. أنا بالنسبة إلي تعودت على عذابك، مو مشكلة هاندا، بس ما تعودت انك انتي تتعذبي. ما فيني اتعود على هالشي ابدا. Thank you.
ki bedenimde sıkıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış.